بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله اليوم راح نتكلم عن درس بسيط جدا عن تخليق البروتينيات والبيبتيدات، الدرس الثاني الجزء الثاني. طيب، البروتينيات تتكون في الخلية بواسطة رابطة تساهمية تسمى روابط بيبتيدية، وعند اتحاد حمضين أمينيين يفقد الهيدروجين مجموعة من الهيدروكسيل، وهذا الاتحاد يتم لتكوين ماء، ولذلك يسمى هذا التفاعل بالتخليق المائي. طبعا يحدث أيضا في الأمور البيولوجية في مواقع أخرى مثل اتصال الأحماض الدهنية بالجيسريدات الثلاثية، وأيضا تحدث أثناء تكوين الأحماض النووية والكربوهيدرات أيضا. تخليق البروتين يتم بسرعة عالية جدا، ووحدات البروتين التي تتكون من مئات وفي بعض الأحيان 1000 حمض أمني يتم تخليقه في دقائق بسيطة جدا. ويختلف طبعا طول سلسلة الأحماض الأمينية المكونة للبروتين من البيبتيدات الثنائية البسيطة، وهي طبعا جزء يتكون من 2 من الأحماض الأمينية، إلى أكبر البروتينيات. طبعا البروتينيات تصل الأحماض الأمينية المكونة لها تقريبا حوالي 3000 حمض أميني مع بعضها البعض. وعموما يطلق على سلسلة الأحماض الأمينية عديدة البيبتيد إلى أقسام كثيرة جدا، تنقسم إلى قسمين. إن شاء الله هذين القسمين راح نشرحهم في الدرس الجديد إن شاء الله. أتمنى أنكم فهمتوا الأشياء البسيطة التي تحصل بين البروتين والبيبتيدات، وكيفية طريقة تخليقها عن طريق داخل الخلية. وتكلمنا عن الروابط التساهمية في الدروس السابقة اللي يبي يرجع لها ويفهمها عدل. إن شاء الله أنكم استفدتم من هذا الدرس البسيط عن طريقة تخليق البروتينات والبيبتيدات، وراح نشرح عديدات البيبتيد في الدروس القادمة إن شاء الله.